واستراتيجية بالعيون، وعنوان مداخلته الوثيقة العدلية والدبلوماسية الموازية للترافع من أجل مغربية الصحراء في المحافل الدولية، فليتفضل مشكورا. وقد أعطيكم مثالا على هذا، فمثلا الإسباني، أنا متأكد أن الدولة الجارة هي أعلم الناس بأن الصحراء مغربية لأنها كانت هنا، وهي أعلم الناس أن القضية محسومة منذ مدة طويلة، ولكنها تماطلت في السنوات الماضية في اتخاذ قرار. قد يكون هذا يرجع لأسباب أخرى، ولكن ضمن هذه الأسباب بالتأكيد أنه تفاعلها مع رأيها العام ومدى تغلغل الأصوات النشاز التي تناوي يعني وحدتنا الترابية، تمكنها من التأثير في قدر معين على بعض الأوساط الحاقدة من المجتمع الإسلامي، وبالتالي هذا أمر يحملنا مسؤولية إضافية، مسؤولية لدينا العمل الرئيسي وهو الإجماع الوطني حول القضية، وهذا في الحقيقة هو الأساس. أشارك بمحاضرة بمداخلة حول الإمكانيات الضخمة التي توفرها الوثيقة العدلية كشاهد على العلاقة السيادية الوطيدة بين المركز للمملكة والأقاليم الجنوبية، التي حاول البعض أن يشكك في من خلال بعض المزاعم بهذه العلاقة التاريخية، واعتقد أن الوثائق هي خير دليل وخير بيان تحت كل هذه الطرهات وهذه الأكاذيب. شكرا. فيكفي أن نذكر أن عدول المغرب في الفترة الاستعمارية رفضوا توثيق بعض النصوص أو بعض الوثائق التي تفوت بعض الأراضي وبعض الممتلكات والضيعات المغربية إلى الأجانب وتؤخذ منه غصبا، فرفضوا رفضا باتا توثيق مثل هذه العدول ومثل هذه الوثائق عفوا وهذه البيع المزور، فعامل المستعمر إلى استحضار بعض الموثقين الأجانب لتحرير هذه العقود، أو ابتكروا آنذاك البيع عن طريق الإمضاء والمصادقة على الإمضاء، فكان هذا موقف امتحن فيه بعض العدول وامتحن فيه بعض أبناء هذا المشاركة. اليوم شاركنا من خلال عرض ضمن الدبلوماسية الموازية المتعلقة بمجال العدول ومجال الرجل العدل، والذي سنقدم فيه إن شاء الله مجموعة من الوثائق الفريدة والنادرة في القرن 18 والتاسع عشر وبداية القرن 20، ونحاول أن تكون هذه الوثائق إن شاء الله دليل لا يترك لا شكا وراء ولا ريبا على وحدة المملكة المغربية. ولعلها طنجة هي شهدة عصر من خلال ذلك الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به المغفور له جلالته محمد الخامس في سنة 1947، والذي كان سببا في نفيه وأسرته إلى جزيرة مدغشقر، فكان أن خلف وراءه رجالا أفدادا حملوا مشعل من ورائه وظلوا يقاومون، وانتقلت هذه المقاومة وهذه المواجهة إلى أن أصدرت تم إصدار الوثيقة، وثيقة عدلية تبين مدى نضج المغاربة وتطور فكرهم. هذه الوثيقة كانت وثيقة مفصلية، وثيقة في منعطف تاريخي، يعني احتوى على مجموعة من المضامين أحرجت الأطراف التي كانت مستعمرة، وانتهى ذلك بعودة جلالتي إلى
وطنه وعودته إلى عرشه الهاشمي. هذه الندوة جاءت في إطار تخليد الذكرى الغالية على قلوب المغاربة، وهي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، وهي الذكرى التي تؤرخ لمرحلة الاستعمارية التي كان للسادة العدول دور كبير في الدفاع عن أراضي الترابية. إذا هذه الندوة نظمتها المجالس الجهوية، مجالس كل من السنافيات طنجة، بني ملال، الخريبقة، وجدة، مكناس، الدار البيضاء، في هذا الإطار هذا لتؤكد بأن السادة العدول بأن لهم دور كبير، وكذلك أن الوثائق العدلية جاءت لتوضح ولتبين بأن التاريخ المغربي متجدرة فيه، بحكم أن مهنة العدول هي مهنة متجدرة في المغرب منذ 12 قرنا، وبالتالي فدور العدول لهم دور كبير، بالإضافة للمكونات، جميع مكونات الشعب المغربي، بحكم أن توثق لرابطة البيعة وهي اللي أسمى وثيقة بين الشعب المغربي والدولة العلوية الشريفة. هذه الورقة التي تكون بيضاء، أقول دائما لطلبتي بأنها قبل أن يتم الكتابة عليها تكون جامدة، لا تتكلم وليس لها لا عين ولا أذن ولا رجل ولا يد، ولكن مباشرة حينما يتم وضع بداية الحجة وتكتمل طبيعة الحال وفق مسطرة مخصصة لها، ويتم اعتمادها ورقة رسمية بعد خطاب السيد قاضي التوثيق، تصبح هذه تلك الوثيقة كائن حي يتحدث ويذكر. لذلك موضوع مداخلتي هو الوثائق العدلية ذاكرة للمجتمع المغربي.